الحقيقة بالنسبة للأراضي الصحراوية في محافظة مثنى تقريبا أكثر من 95% من مساحة الأراضي في المحافظة هي عبارة عن أراضي صحراوية يعني بادية جنوبية. حقيقة هذه البادية الجنوبية تأثرت كثيرا بالتغيرات المناخية وغيرها، أثرت بشكل كبير. أيضا طبعا هنالك مشاريع تم تنفيذها على أرض الواقع، يعني مثل الحزام الأخضر اللي يبلغ مساحته تقريبا أو طوله 37 كيلو متر، يعني كيلو متر بعرض 50 متر، للأسف لم يتم تنفيذ منه، فقط تم تنفيذ 3 كيلوات و800 فقط بسبب عدم تخصيصات المالية. والآن طبعا هو الحزام الأخضر تقريبا انتهى بسبب يعني عدم توفير التخصيصات اللازمة لاستكمال هذا المشروع. نحن في مديرية بيئة مثنى لدينا تنسيق جديد مع الأخوة المستثمرين برعاية طبعا هيئة استثمار مثنى لدعم هذا المشروع وإعادة العمل به من جديد. إن شاء الله في القريب العاجل سيعقد اجتماع لهذا الغرض، والدعوة لهم يعني من خلالكم ندعوهم أنه يساعدون يعني أبناء محافظة مثنى لغرض تنفيذ هذا الحزام، وأيضا إجراء حملات تشجير في المحافظة بالتنسيق مع الدوائر الأخرى. يعني أيضا يعتبر من الفرص الاستثمارية الواعدة باعتبار أنه الحزام الأخضر مو فقط يعني أشجار، وإنما قد يتحول إلى متنزهات، قد تتحول أيضا إلى يعني أشجار مثمرة عندما يتم زراعتها كذا، يعني أشجار مثمرة أنه أيضا فيها فائدة غذائية وفائدة مالية، وأيضا فيها فائدة سياحية وإيقاف زحف الكثبان الرملية. يعني السبب الرئيسي للعواصف الغبارية اللي تحدث هو طبعا التغير المناخي، اللي تعتبر يعني يعتبر العراق من أكثر 5 دول بالعالم تأثرا بالمناخ، وطبعا محافظة مثنى باعتبار هي محافظة صحراوية تأثرت بشكل كبير.